عليكم. في هذا الدرس أشرح لك عن Public Private Protect. لنبدأ بتوضيح المثال. لو كان لديك هذا وكذلك سوف أشرح عن لك عن الستاتيك. طبعا لو كان لديك هذا المثال، هذا المثال هذا الكلاس فيه 3 variables 3 methods. طبعا هذه الكلاس يورث من قبل كلاس آخر اسمه subclass. subclass تراه أنه يستخدم فقط النيم والأيج، لم يستخدم إيش؟ لم يستخدم اللين كفيرابل، استخدمه فقط كمرة البرامتر، فليس له داعي أنه يكتب الشخص لينث هنا ويراه، فهو لا يحتاج إلى استخدامه. فنحوله إيش؟ إلى private. private نقصد به أنه هذا الفيرابل لا يمكن أن يراه، فقط يرى من قبل يعني الكلاس الخاص، يعني اللينث فقط ممكن يرى من قبل داخل هذا الكلاس، من قبل أي ميثود ممكن أن يرى هذا اللينث. لكن لو جئنا على السب كلاس لن نرى اللينث الآن، أو الكلاس الذي لديه انستانس من لو جئت مثلا على المين اكتيفيتي، هذا عنده انستانس من الكلاس ماي كلاس، لو جئت قلت له ماي سي دوت لينث لا ترى اللينث، لكن ترى النيم والايج. الآن ننتقل إلى نقطة ثانية. النقطة الثانية هي أنت لو ترى النيم والأيج يران، تراهن أنه يستطيع أن يراهن السب كلاس، ولكن ليس داعي أن يراهن الكلاس الذي يعمل إنستانس منهم، لأنه أساساً هو يمرر لهن البرامترات، فليس له داعي عندما يكتب ماي سي يكتب دوت يستطيع أن يصل للنيم والأيج ويغير قيمهن. طبعاً في هذه الحالة يرى من قبل كلاس يرثه ولا يرى من قبل كلاس يعمل انستانس، نحول البرامتر الى بروتكت. بروتكت بمعنى هذا البرامتر يرى ايش؟ يرى من قبل الكلاس اللي هو بي والكلاس الذي يرثه، لكن الكلاس اللي يعمل منه انستانس لا يمكن ان يراه. اذا ترى هذا الكلاس بقى يرى، لكن الكلاس الذي يعمل منه انستانس ترى انه اشر لك انه هذا بروتكت محمي. اذا ننتقل الى النقطه الاخيره الا وهي ايش؟ الا وهي الببليك. طبعا الببليك انت لو لم تكتب اي شيء امامهم هو هذا يعتبره ببليك، والدليل في ذلك انه استطعت ان تصل له. عندما تكتب ماي واي سي دوت تستطيع ان تصل للنيم والايج لانها ببليك، او تستطيع ان تكتب امامها كلمه ببليك. ببليك نفس الحاله يشتغل. طبعا الببليك برايفت بروتكت كما يطبق على البرامترات يطبق على الميثود. الآن ننتقل إلى أمر اسمه إيش؟ اسمه static. طبعاً كلمة static بمعنى هذا المتغير، إذا عرفناه static في كلاس معين أي كلاس يرثه يبقى كلهم يرثون نفس الموقع. يعني الآن لو قمت قلت له هذا الكلاس بصورة عامة وجاء هذا الكلاس ورثه، هذا الكلاس ورث my subclass ورث my class، لكن ورث نسخة منه، نسخة من عندي. يعني اي تغيير في هذه كانستانس لا يؤثر على هذا. يعني لو جينا هنا بالمين وعملنا سب كلاس من ماي كلاس وهذا كلاس من سب كلاس، اذا غيرت في هذا لا يؤثر على هذا، لان يعني هذا نيو من ماي كلاس وهذا نيو من سب كلاس، كل واحد ياخذ كوبي. لو اردت ان يحصل تاثير ويحصل نستخدم اسلوب ايش؟ الستاتيك. ستاتيك بمعنى انه هذا المتغير أينما حصل تغيير فيه في أي مكان يبقى محافظ له على قيمته. يعني هذا المتغير له موقع في الذاكرة واحد، مهما ورثه كلاسات يبقى كل الكلاسات تؤشر لديها مؤشر يؤشر على ذلك الموقع، ليس في الوضع كما هو في الوضع الحالي بدون استاتيك أنه صحيح الفيرابل له موقع في الذاكرة، لكن الكلاس الذي يرثه يأخذ نسخة من الفيرابل ويأخذ له موقع نسخة موقع في الذاكرة جديد له. إذن نحول إيش؟ إلى استاتيك. public. الآن إيش الفكرة بالموضوع؟ الآن عرفنا، الآن تعرف في الذاكرة متغير اسمه هو length، هذا متغير حجز على سبيل المثال موقع XFFFF، جاء ورث هذا الكلاس، صحيح أنه ورث كل الباقية النيم والأج وخزنهم في new instance، لكن أو مواقع جديدة، عندما ورث length لم يخزن له موقع جديد، بقى يؤشر على موقع FFF. والدليل إحنا جينا إلى المين activity هنا وقمنا، الآن لو ترى انه هنا هذا السب كلاس يرسل قيمة 128 وهذا الماي كلاس يرسل 126 للين، لكن الان هنا لو جيت وعملت ام فيو ايش للماي سب كلاس ماي سب كلاس ايش
.length ترى انه الان اللينث اصبح 126 تصبح 126 ترى. والسبب يعود في ذلك انه هذا اللينث تأثر بايش؟ تأثر بالتغير. لانه ايش؟ لان هذا اللينث جاء غيره، يعني صحيح انه عملت انستانس وهذا صحيح انستانس جديد، لكن اثنيناتهم يشيرون لموقع واحد بالنسبه للينث. فهذا عندما اشر حط لي 28 اجى الثاني اشر حط لي 126، فاصبح اصبح الاثنين يشيرون على نفس الموقع، فاثنيناتهم اصبحوا 26. يعني هذا اصبح كلينث 26 وهذا اصبح كلينث 28، لكن بدون ستاتيك. هذا اللينث ماله 128 وهذا اللينث ماله 126. امر اخر بالنسبه للستاتيك ميثود، الميثود لو كتبت امامها ستاتيك، هذا الميثود تستطيع ان تصل لها مباشره بدون عمل انستانس من الكلاس. طبعا ستاتيك يجب ان تكون بارامتر داخل الكلاس ستاتيك، يعني ما يجوز يعني عندما يكون مثل ستاتيك يعني يكون داخل ستاتيك بس. لكن كفكره انه لو جيت مثلا هذه الهاي ميثود تطبع لك فقط ماي نيم ستاتيك ميثود، هذه الديسبلاي از ستاتيك ميثود. الان انت تعرف انه ما تقدر تقول في الوضع الحالي، ما تقدر تقول my class dot a method، لأن كل هذه الميثود يجب أن تعمل instance منها إذا تستطيع أن تستدعيها، إلا الdisciplay. الdisciplay تستطيع أن تصلها مباشرة. ليش؟ وصلت لها مباشرة بدون عمل instance من الكلاس، يعني حالة حال myc dot disciplay. السبب يعود في ذلك إنه method disciplay هي static، فأي ميثود ستاتيك تستطيع ان تصلها بكتابة ايش؟ كتابة اسم الكلاس نقطة اسم الميثود، اسم الكلاس نقطة اسم الكلاس ايش؟ ماي كلاس نقطة اسم الميثود. الان لنعمل تتبع ونرى ما هي التغييرات التي حصلت. طبعا نعمل كما عملنا في كل حالة بريك بوينت هنا، ما بريك بوينت هنا، ونتأكد أن العملية التي حصلت صحيحة ونعمل تنفيذ. والآن سوف أقوم بتوقيف التسجيل مؤقتا حتى يتم تشغيل البرنامج وأعود لي من جديد. طبعا لنعود الآن بعد تنفيذ البرنامج نضغط Run. طبعا ترى هو هنا. أنا الآن إيش أعمل؟ أعمل Watch لهذا الـ Variable Add to Watch. هذا الان ضغطت هنا للواتش. طبعا هذا احذف هذا الماي كلاس، طبعا هذا من واتش سابق، واذهب الى هنا هذا الكلاس الثاني واعمل له واتش. ولأريك ماذا يحصل. ترى هذه تو كلاسز. طبعا الان ننفذ ننفذ خطوه او احنا عملنا هذا الكلاس، طبعا نعمل انستانس اخذ وقت. طبعا لو ترى انه الكلاس الثاني الان نستدعيه انا اوكي، لو ترى انه المفروض في الكلاس الاول الذي هو ماي كلاس في ايش؟ هذا الماي كلاس في نيم وهاي واللينث، فيه النيم والايج. النيم حسين صحيح، والايج 26 صحيح. طبعا ناتي على اللينث والذي هو موضوع مناقشتنا لهذا اليوم. اللينث هنا النيم واللينث طبعا بقى نفسه. طبعا لم ترى اللينث، السبب في ذلك انه اللينث لانه اللينث ستاتيك. طبعا المفروض انا اتبعه لك، طبعا لم تراه انت، لكن لو جيت هنا قلت له ايش تقول؟ ماي كلاس نيم هنا اخذ النيم وال تصل تصل نيم واللين. طبعا اثنيناتهم اصبحوا يحتوون على ايش؟ على نفس الهاي، لكن انا الان عملت يعني الرن مشيت عليه على السريع، لكن اثنيناتهم اصبحوا الان يحتوون على نفس الهاي ك نفس الهايت، اصبحوا يحتوون نفس الكلاس. طبعا شكرا على حسن المتابعه، نلتقي في درس اخر ان شاء الله.